اتكلمنا بقى عن التجربه دي وازاي جت من البدايه اصلا. اتعرضت عليا فكره من البدايه يعني لحد ما وصلت لحد اول يوم تصوير جت ازاي؟ اتعرض عليا فكره فيلم، فكره عجبتني، اتعرض عليا ورق قريته، عدلنا في الورق. طبعا ما وصلتش مرحله التعديل ليه غير لما لقيت انها فكره مختلفه وموضوع جديد. جذبتك؟ طبعا جذبتني. واحنا طبعا كشركه انتاج بيميل دايما ان احنا نعمل حاجه جديده وتعجب الناس، حاجه مختلفه ما تكونش متقلده. الفكره لقيتها زي ما انا عايز بالظبط، ونفس الفكره عندي بالظبط تقريبا، حاجه مختلفه، حاجه جديده. اشتغلت عليها وديناها ورشه واثنين وثلاثه مع استاذ هيثم نبيل. يعني فلترت كتير قوي عشان توصل للمرحله النهائيه. طبعا طبعا. ووصلنا في الاخر ان الحمد لله ان احنا عملنا حاجه محترمه ما شاء الله. وتوكلنا على الله. طب انا مش هقول خوف، يعني اللي اسمه شويه ممكن يعمل جدل، يعني عيسى الدجال يعني ممكن يعمل. بص، هو الفيلم ما اسموش عيسى الدجال، هو الفيلم اسمه عيسى. حلم حته عيسى الدجال دي جت من السوشيال ميديا. انا في تحريف حصل في الموضوع. يعني حته السوشيال ميديا بقى هم بيحبوا يتكبروا او يهولوا الامور شويه، يخلي يلفتوا نظر الناس للبيجات، الكلام ده كله فيوز. فطبعا يعني كتبوا عيسى الدجال، لكن هو الفيلم اسمه عيسى، ملوش اي علاقه بالدجال خالص. الدجال دي يعني السوشيال ميديا اللي زودت. بالظبط بالظبط، لكن ملوش علاقه بالدجال تماما. طب هنتكلم عن الابطال، يعني ليه تم اختيار مثلا الابطال دول بالذات، يعني سعاد صفر الصابع او بص هو يعني الفنانين في مصر كلهم ما شاء الله، ويعني شرفوا الكاميرا عموما قدام اي حد. لكن في الاول وفي الاخر برضو يعني احنا كشركه وكشغل في الحته دي بنختار في المشهد او في الدور، انا اسف، في الدور بنختار بدل الممثل 10 وبعد كده بتنزل لخمسة وبعد كده بنختار منهم واحد. هي بتبقى توفيق من عند ربنا وبيبقى انسب واحد للمشهد ده او للدور ده. بس هنتكلم بقى عن اجور الفنانين، يعني كان في حد متعب معاك قال لك لا انا لازم اخد كذا وكذا وكذا؟ لا لا لا، كلهم ناس محترمه والدنيا بتمشيش خالص بالطريقه دي، وهم برضو زي ما احنا شايفينهم ناس محترمه وناس جميله، هم شايفيننا شركه انتاج كبيره، وما يعني الامور في الحته دي ما بتبقاش بالطريقه دي خالص. طبعا احنا سمعنا ان الفيلم برضو هيبقى فيه نجم عالمي، فعايزين برضو نعرف الجمهور مين. ان شاء الله يبقى مينا مسعود بطل فيلم علاء الدين، حاجة طبعا جديدة وفريدة من نوعها، حد شاطر جدا، موهوب، واخد اوسكار مع استاذ خالد الصاوي طبعا. فان شاء الله نقدر نعمل حاجة حلوة محترمة. يعني جايبين يعني باذن الله كعامل جذب للجمهور انه يدخل الفيلم برضه؟ بص هو مش عامل جذب قد ما هو حاجة جديدة، يعني عارف مينا مسعود حد عمل فيلم اسمه علاء الدين، فيلم ايراداته كسر المليار دولار، فيعني واخد اوسكار بشهادة جميع الدول العالم والدنيا كلها، فيعني مش محتاج ان فاهم. ان شاء الله يعني نقدر نطلع حاجة حلوة في مصر. اخيرا يعني رسالتك لأي حد عايز يدخل مجال الانتاج؟ بلاش عشان حاجة متعبة جدا طبعا، لكن طبعا هي بتبقى توفيق من عند ربنا، انت شاطر وقادر تكمل وهتسعى وهتتعب هتلاقي حاجة كويسة. طب بإذن الله يعني سواء بغض النظر عن نجاح العمل او لا قدر الله يعني عدم نجاح، هل هتستمر في تقدم اعمال يعني مزيد من الاعمال ان شاء الله؟ انا مقدم 12 فيلم ودلوقتي شغال في فيلم، والاسبوع الجاي عندي بداية فيلم تاني، وشغال في كذا فيلم يعني ما شاء الله. يعني بإذن الله يعني بنقول للجمهور في توقف للانتاج لحضرتك يعني. لا لا هو بص هو ما اعرفش انتوا بتقيسوا النجاح او عدم النجاح ده الجمهور يعني بقى ما اعرفش انتوا بتقيسوها ازاي، لكن يعني اكيد انا مش هخسر في شغلي او مش هعمل حاجه تفشل فهشتغل تاني، ما هي ما بتبقاش كده اكيد. طالما انتجت تاني يبقى انا الحمد لله يعني كسبت او على الاقل ما خسرتش، فاهمني؟ باذن الله ربنا يكرمك باذن الله وتكسر الدنيا نجاح ان شاء الله. ربنا يبارك لك. شكرا.